بسبب مشاكل صحية كانت تعاني منها لتعرفي عام 2019 بقوة من خلال إطلاق ألبوم جديد وأحياء العديد من الحفلات والمناسبات الخاصة. وقد شاهدناها في عدد كبير من الأطلالات التي مثل العادة تميزت بأسلوبها الاستعراضي الذي كان جريء أحيانا وفخم في أحيان أخرى. واختارت موديلات فساتين متنوعة وكذلك رأيناها كثيرا في الجمب سوت هذا العام. واعتمدت أيضا ألوان حيوية وجريئة مثل الأحمر والأصفر والأزرق النيلي. وقد كانت ميام فارس حريصة على التنويع في إطلالاتها هذا العام إن كان من ناحية اختيارها لموديلات الأزياء أو من خلال تنسيقها للمجوهرات أو لطيفة مريم فارس مو؟ لطيفة؟ سؤال سؤال هو شنو التعبير هذا البائس؟ لطيفة؟ بقمة الجمال والرقي أعتبرها مريم فارس هي أيقونة الجمال بريء لأنه هي تميزت صراحة أنا أحبها بشعرها الكيرلي فضاف لها فد ميزة عندها كاركتر مختلف الكاركتر المختلف أنه هي عندها دانسينج الرقص مالتها الشعبي بأحياء الحفلات الخاصة أو العامة يعني هذا اللي غلب الطابع المثير عندها عند الناس حتى تحضر حفلات الرقص الشرقي والخليجي وهذا الستايل مع أنه هي لبنانية خاصة الرقص العراقي كلش هي تأديها صحيح عدم مقومات يعني تساعدها على الرقص صحيح جد كاركتر بالضبط شعر دائما دائما مريم فارس او بعض الفنانين لما يكون يادون في ادوار راقصه او فشي اكيد هذا عندهم مجال الحفاظ على الجسم والقوام الرشيق وغيره حتى يادون باكثر اطلاله جميله والله صح صح.